السلام عليكم يا شباب، اسهروا دارين واحد يسهر لنا. يلا يا شباب، يا وحداوي خالد خلخول، السيد محمد الأشرف حجبة، تامر إسماعيل، محمد الأشرف، أيمن بشير. والله يا شباب الليلة أنا مشرفني شديد الأستاذ أخوي شديد العشرة، الزول الفنان العجيب الشاعر الأخو شديد علي همشيري. أستاذ علي همشيري تديهم تحية. هاك السلام عليكم، مساء الخير عليكم، إن شاء الله كلكم كويسين دائما تامين والأمين. مشرفنا أخونا علي، مساء الخير، مشرفين والله بالاستاذ عادل حبيبي. هاي يا جماعه نحن نسمع حاجه الليله، شنو؟ نكرم ضيفنا ده ونكرم الاستاذ علي همشيري بالاغنيه بتاعه التبكيني دي، حركه كده صغيره كده يعني. وفي حاجات ان شاء الله حنعملها كتير، هو كان مشغول شويه والله الفتره اللي فاتت دي، لكن ان شاء الله منزل لنا كم حاجه كتيره كده. بس نسمع تبكيني بعد ذاك نشوف اللي حيحصل شنو. مصر بالله تجرحني وتسوي الشين، بعد جفت منبع العين اجيب ليك الدموع من وين؟ صبرت كتير وأفنيت بالصبر صبري، وكملت الغوافي وراك واتدفت سراب حبري، دعاتي بقلبي بس كيف وكت يبقى الخيار جبري، دفنتني في هواك وأنا حي كمان حاسدني في قبري قبري. تبكيني وانا الراجي ترد الدين، مصر بالله تجرحني وتسوي شين. أنا لو صبرت عليك الصبر له حدود، وضاعت سنين يا باب في حلم ما موجود. أنا لو صبرت عليك الصبر له حدود، وضاعت سنين يا باب في حلم ما موجود. افتح باب من ناحيتك مسدود، ويدي اللي بتحسن ليك كل يوم تزيد غيوم. تبكيني وانا الراجيك ترد الدين، مصر بالله تجرحني وتسوي شين. Thank you.
اهي يا جماعه انا غايته ما حقدر ارد لكم الرسائل دي كثيره شديد، لكن شنو يعني بحي اي زول هنا قاعد يشاهد في ناسي وبقول له شكرا لك بانك انت يعني قعدت معايا الاربع دقائق ولا الخمس دقائق دي عشان تسمع الاغنيه دي وتحضر اللايف بتاعي.